حياكم الله مشاهدينا متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا مخصصة حول الجفاف الزائر اللي يطرق أبواب العراق سنويا، راح أتعرف على تفاصيل كثيرة من خلال برنامجي هاليوم وحلقتي مخصصة حول هذا الموضوع، وراح نتطرق له من الناحية السياسية ومن الناحية البيئية. أرحب بضيوفي اللي موجودين اليوم وياي، بداية أرحب بأستاذ محمد حسن المحلل السياسي، حياك الله أستاذ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم، وايضا ارحب باستاذ عادل المختار الخبير المائي، حياك الله استاذ عادل. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا بحضرتك. نعم، بدايه يعني اليوم احنا بموسم صيف، ومثل ما نعرف اليوم الاجواء بالعراق يعني خلال يومين السابقه كانت اجواء ترابيه، بالتالي اليوم هواي ناس تأدت من هذا الموضوع. نعم، هواي ناس تأدت من موضوع الأتربة اللي صارت خلال اليومين، وهواي حالات اختناق شهدتها مستشفيات العراق بصورة عامة. برأيك أستاذ عادل اليوم شلون نحد من هذه الظاهرة؟ شكرا جزيلا حضرتك على هذا الموضوع المهم. في البدء أميز بين العواصف، أكو نوعين من العواصف، أكو العواصف الأفريقية اللي تجينا من أفريقيا، تنطلق من الصحراء الأفريقية، وهي مجموعها بالموسم 10 عواصف تذكرين العام الماضي، هاي ميزتها تيجي حمرة كاملة سماء، يعني الظهر تظلم الدنيا، وأيضا عدد اللي يدخلون مستشفيات بالخمس آلاف يوميا، 5000 واحد من مرضى الربو، واحنا نقول لهم غلقوا الغرف وسووا لكم غرف حصينه. هذه العواصف تنطلق حقيقه بسرعه كبيره وتكون عواصف دافئه وعواصف رطبه، فلذلك تشوفين الثقيله تدخل لي جوا وتدفع الدافئه بارتفاع عالي توصل 6000 قدم، يعني تعبر دول كامله، البحر الأحمر، السعودية، تعبر دول هذه ما ممكن مواجهتها، وهو كل الدول تستسلم لها لأن هي هاي فوق إمكانيات الدول. أما بالنسبة للعواصف اللي شفناها البارحة هي مو هاي الأفريقية، هاي محلية لكن سريعة وما طولت يعني يمكن كم ساعة واختفت. هذه تكون محملة بالأتربة، هذه ذرات كبيرة يعني وراء يمكن وراء العاصفه بساعه واحده تهدأ، بس بالنسبه الاولى توصل 48 ساعه يلا الغبار ينزل يسقط، يعني احنا دائما نحذر مرضى الربو ما يطلعون بعد العاصفه لان هذه تتوقف بعد اكثر من يعني تقريبا 48 ساعه يلا يصفى الجو، فلذلك هذه الحاله. اما بالنسبه للحاله الاولى الثانيه اللي قلنا هي العواصف المحليه اقل من 50 كيلو تعبر على الصحراء مالتنا، تنطلق ترفع معها حبات الرمل وهذه تنقلها لمسافات مو طويله، فلذلك تشوفين احنا تعودنا على هذه العواصف تقدر يعني حسب ما يقولون الخبراء راح توصل بهذه السنين القادمه بحدود 270 عاصفه، احدد منها 250 راح تكون من هذه النوعيه، احنا متاقلمين عليها، ما عندنا مرضى يدخلون مستشفيات بصوره عامه، هي هذا واقعنا. هل ممكن زراعة الصحراء وإنشاء الغطاء النباتي؟ حقيقة أنا أشوف الوقت فات لهذا الكلام اللي من سنين طويلة إحنا كنا نحكي. اليوم أمامنا أزمة مي خانقة، معالي الوزير يقول الخزين الاستراتيجي ما يكفينا لنهاية السنة، تخيلي لنهاية شهر 12. طيب اليوم أنت تريد تزرع الصحراء، اليوم الحبانيه ومناطقها دائر مدار تعاني من شح لمياه الشرب، تخيلي لمياه الشرب، فراح يحفروا لهم ابار ويمدون انابيب حتى يوصلون للاساله، الوضع المائي خطر متدني جدا، خطه زراعيه قد تكون عليها محددات استاذ كبيرة. عادل قبل ان ننتقل يعني الموضوع المائي، نعم حضرتك ذكرت انه 270 عاصفه احنا مقبلين عليها، نعم. خلال يعني الايام المقبله، بالتالي شو موقف الحكومه من هذا الموضوع؟ حقيقه انا قلت لحضرتك الحكومه تحاول، لكن هذا الموضوع يعني راح وقته، كان الى وقت معين كان ممكن نهتم بالغطاء النباتي، نهتم بتشجير الصحراء، لكن مع الاسف هذه كلها راحت بوقتها. اليوم احنا ليش راحت بوقتها؟ يعني شلون؟
يعني انت هاي السنين كلها ما سويتي غطاء نباتي، ما حاولتي تسوين، هسه راح تجين واليوم احنا نصيح مي ماكو؟ يعني السؤال المطروح اللي ارد اقوله امام حضرتك، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف ايضا؟ تتصورين احنا بيوم كارثه؟ يعني اليوم احنا عندنا مشكله في توفير مياه الشرب. زين استاذ عادل، يعني اليوم احنا اذا سوينا غطاء نباتي ممكن ما ينجح؟ اكيد، لان منين تجيبين مي؟ مي منين تجيبين؟ بحيره تساوي هاي دراحاتي، هسه حكينا عن المياه الصافيه. زين والحل شنو برايك؟ يعني حضرتك الخزين اليوم 100 مليار 10 مليارات فقط، خزين عندنا 10 مليارات، بينما احنا خطه زراعيه بال 40 مليار سنويا، تخيلي قد عندنا نقص بكميات المياه، هاي بالنسبه صحيح. بالنسبه للمياه الجوفيه اليوم بحيره ساوى جفت، عين كرمه جفت، عين تمر جفت، شرق سامره، جنوب سنجار، بالاضافه كل اللي عندهم ابار لو تساليهم يقول لك بدنا نعمق عنها يوميا. نعم. ليش؟ لان هذا معناه انخفاض مستوى المياه الجوفيه. نعم. استاذ عادل، الان ارجع لك بموضوع المياه والجفاف اللي مقبل على العراق خلال السنوات المقبله. خليني انتقل ويا ضيفي استاذ محمد. حياك الله استاذ محمد. مره اهلا وسهلا، مرحبا استاذ محمد. يعني برايك البيئه السياسيه الداخليه اليوم مهيئه لدعم ملف اليوم الجفاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لكم مشاهديكم الكرام، ضيفك الكريم. تحياتي. حقيقه عانى العراق كثيرا من هذه الازمه منذ التسعينات والى اليوم، خصوصا من أزمة الجفاف التي ضربت البلاد وجعلته اليوم بلد صحراوي أكثر مما هو زراعي. كنا يعني نفتخر ببلادنا أنه بلاد أرض السوات، أرض النهرين، وبلاد الخضراء، كانت تنعم بالأحزمة الخضراء حول المحافظات وتحديدا حول كل الدولة العراقية. بالتالي اليوم وبعد التسعينات وإلى اليوم عانت ما عانت العراق من هذا، من حالة التصحر التي ضربت العراق عموما وجعلته بلد جاف بقسوة، ومنعت أكثر الأراضي الزراعية من الزراعة بسبب عنصر الجفاف. اليوم الجفاف يعتمد على عنصرين مهمين، هو الماء واهتمام الحكومة بهذا الحزام. اليوم نجد أنه السياسة التركية تجاه العراق سياسة مجحفة حقيقة، بقطع المياه أو قلة المياه أو حصر المياه وكثرة السدود، بناء السدود آخرها سد اليسو اللي منع المياه يعني بقوة عن نهر الفرات وعن نهر دجلة كذلك. وكذلك بقية الحكومة العراقية عاجزة أمام أي محاولة لإيجاد حزام أخضر، سواء كان حول مدينة بغداد أو حول المدن الأخرى. بالتالي اليوم السياسة العراقية ما ممكن أن تجري أي خطوة باتجاه عملية الإصلاح في الجانب الزراعي، لأنها لا تمتلك الأساليب في تطوير هذا الجانب، منها لا تمتلك المياه الكافية لتطوير الزراعة في البلاد. نجد أن هناك الكثير من الأراضي الزراعية داخل مساحة الأرض الزراعية لا تجد مساحة للزراعة، ولقلة المياه هناك محافظات أعلنت أنها يعني أراضي ميتة ولا تصلح زراعة، في الكوت، في الديوانية، في النجف، وكذلك في كربلاء، يعني اللي هي تعتمد على المياه، وبقيت عاجزة هذه الحكومات المحلية عن إيجاد ثورة عمرانية في البناء في الجانب الزراعي. نعم، برأيك يعني شو وقت توصل العراق لتوافق لحل أزمة اليوم الجفاف أو أزمة المياه مع الدول المجاورة؟ الجفاف يعتمد على المياه، بالتالي اليوم إذا ماكو سياسة واتفاق مع الجارة تركيا وهي بلد المنبع، وإذا لم يعني نتفق على إيجاد مشتركات فيما بيننا في مجال المياه، لا يمكن اليوم النهوض بالجانب الزراعي أو حتى بمحاربة التصحر أو إيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية. لذلك اليوم ينبغي على العراق أن يكون محاورا قويا، يعني يتحدث مع تركيا من جانب قوة. اليوم يمتلك الجانب الاقتصادي ويمتلك جانب الحدود، الشركات التركية تقف عاجزة أمام أي قرار سياسي ممكن أن يتخذه العراق. لذلك اليوم عندما يتحدث العراق يتحدث من جانب قوة عليه، لا أن يتحدث من جانب ضعف في هذا الجانب، وأن يكون ندا قويا لتركيا. زين، وين وصلت قطع العلاقات مع تركيا؟ يعني هو ما ممكن اليوم العراق يقطع العلاقة مع تركيا، العراق ما زال بحاجة إلى دول الجوار في الجانب الاقتصادي، في جانب التبادل التجاري،
وكذلك وجود ملف أمني مشترك بين العراق وتركيا، كل هذه الملفات تؤثر على الجانب السياسي وتؤثر على الجانب الاقتصادي كذلك. إذا لم تكن كل الملفات مطروحة على الطاولة وتكون هذه الملفات ندا بند ووجها لوجه مع الجانب، مع حصة العراق المائية، ما ممكن أن نجد حل مع الجانب التركي. زين، اليوم رأيك يعني لماذا تركيا تستغل هذا الموضوع تجاه العراق عكس العراق اليوم؟ نعم، هي طبعا تركيا محاولة تحاول أن تصدر مشاكلها الداخلية باتجاه العراق. ذلك نجد اليوم تعتمد على حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني هو من دخل إلى الأراضي العراقية؟ خلينا نسأل هذا السؤال، هل العراق دخل إلى الأراضي الزراعية، العفو، الأراضي العراقية، أم أن هناك أطراف سياسية في داخل تركيا هي من دفعت باتجاه دخول حزب العمال الكردستاني إلى داخل الأراضي الزراعية، ما جعل هناك مبررا لدخول أكثر من 7000 مقاتل تركي إلى الأراضي وبحدود أكثر من 100 كيلو باتجاه الأراضي العراقية. اليوم نجد أكثر من 19 قاعدة عسكرية تركية، 11 معسكر تركي موجود في إقليم كردستان، كل هذه منتشرة في كل إقليم كردستان، وحجتها حزب العمال الكردستاني. نعم، خليك يا أستاذ محمد، أنتقل ويا أستاذ عادل. أستاذ عادل، اليوم إيش قد إحنا عندنا كمية المخزون المائي؟ شكرا جزيلا لحضرتك، بس أريد أسوي فد مداخلة للضيف. نعم. حقيقة أريد أسأل سؤال، يعني إحنا مفترضين تركيا عندها ماي وراح نروح ونحكي، هو السؤال تركيا عندها ماي لو ما عندها ماي؟ سؤال وجهه لكل المعني، ما تركب طيارة وتروح تشوف بعينك عندها ماي لو ماكو ماي حتى نحسم الموضوع. إذن هنا أحب أذكر في عندما صار الزلزال في تركيا، ممثل وزارة الموارد المائية قال سد أليسو ب 50%. طيب 50% بالأرقام ايش تعني؟ 6 مليار. طيب دائما احنا نعرف اكو في قعر السد الخزين الميت هذا ما يطلع، فمعناه اللي متبقي 4 مليار، لمن تعطيها؟ الك لو الهم؟ طيب انت خطتك توصل 40 مليار، خيري. زين، يبقى عندنا سد اتاتورك، سد اتاتورك هو اكبر سدود تركيا مساحته او الفضاء الخزني ماله 48 مليار. خلص، روح شوفه، انت تخيلي قبل سنتين راح وفد من عندنا. راح وفد من عندنا، بهذا الوفد معالي الوزير ايام ما كان مستشار في وزاره الموارد المائيه وشافوا بعينهم السدود ورجعوا. طيب ما يروحون هسه يشوفون السدود يعطونا خبر اكو مي لو ماكو مي؟ السؤال اللي هنا اللي ارجع اقوله، لو اكو مي في السدود التركيه فالله يحبنا وهي رحمه من رب العالمين، لان بالنتيجه راح ناخذ مي. بس السؤال المطروح، ماذا لو كان السدود التركية أيضا فارغة؟ يبقى وزارة الموارد المائية تقول دول الحوض متعرضة لجفاف، الوزير والوكيل وكل المعني، يعني شنو معناها؟ يعني هم متعرضين لجفاف. طيب هسه السؤال، إذا هم أيضا ما هم قليل، إيش راح يكون مصيرنا إحنا؟ إحنا ما نفكر بمصيرنا، ما نفكر بخططنا، بس انطونا. طيب انت اليوم دا تهدر مساحات مزروعه كبيره تزرعها، انت تخيلي قبل كم شهر، ذات الشهر انتهت زراعه الموسم الشتوي بسلام والحمد لله، جت اخر موجه امطار ونقذت الموقف، خلي يسمع كل عراقي، اخر موجه امطار نقذت الموقف. يعني انا ارد اسال، لو ما جايه الامطار كان صار؟ هذول الزرعه 12 مليون وين ينطون وجههم؟ إذا احنا نزرع الأمطار، آخر موجة أمطار جتي، إذا هذا السؤال، جتي موجة أمطار تقدر آخر رية بمليارين ونص، شوف بالأرقام. طيب آخر رية يعني أنت لو ما زارع هذا الموسم الشتوي ورايح مستورد مثل كل سنة، كان اليوم تزيد خزينك بخمسة مليار متر مكعب. تخيلي أنت ما تشتغل على أساس تخزن تحوطا للمستقبل، دا تزرع. طيب انت دا تزرع ايش؟ دا تزرع كله بالري السيحي. تصوري معالي الوزير يقول احنا قلنا لهم زرعوا مليون ونص وبعدين زيدناها مليون، وهم طفروا الى 6.5 مليون دونم زرعوا على الري السطحي. هل هذا منطق في دوله معرضه لجفاف والعالم كله يصيح؟ يا اخوان شويه خلينا نسكت وننتبه
شلون نتصرف، لان الوضع خطر. اذا كان تركيا عندها مي نروح نشوف بعيننا حتى نقدر ناخذ منها مي، واكيد راح تطينا. واذا ما عندها مي فلازم نعيد النظر بالسياسه الزراعيه. وتتذكرين حضرتك من قناتكم الكريمه من 2017 اقول عيدوا النظر بسياستكم الزراعيه، لان هاي مو زراعه. انت اليوم تزرع حنطه وشعير بالري السيحي بمساحه 12 مليون دونم، منين تجيب المي؟ ما فكرت؟ هذا ما يصير. انت تزرع بقدره رب العالمين، ان شاء الله يجي الامطار، ان شاء الله تصوري التصريح معالي الوزير الاخير يقول لنهايه السنه الخزين مالنا يكفي، لكن عدي للريه الشتويه الاولى، يعني عندك مي للريه الشتويه يعني تقولون زرعوا. طيب ماذا لو كان الشتاء القادم جاف؟ هذول اللي زرعوا وين يروحوا؟ اسئله كثيره، تصرفات حقيقه غير مقبوله، تصريحات غير منطقيه، لكن ماكو غير تركيا قطعت او خفضت الاطلاقات 70% لبناء هالسدود ومنها سد اليسو. طيب ما هسه تركيا اذا تبني راح تبني سد الجزر القاتل، راح يقتل مياه حوض نهر دجله تحديدا. طيب ما تروح ترفض، ايش تنتظر؟ اذا انت ساكت غيرك يشطب شو يسوي لك؟ طيب هسه سد الجزره ما تروح ترفضه؟ مو هذا اذا انبنى كارثه على العراق، بعد ماكو حلول. لتتصورين خطوره الموقف؟ نعم. والخلل من الحكومه. لا. اكيد ودا نقول سوء اداره، لكن هو من يسمع؟ حتى المحللين السياسيين. يعني استاذ عادل ما معقول اليوم المواطن يركب طياره ويروح تركيا يشوف عندها مي لو ما عندها، هذا دور أي الحكومه. اي عراقي ست، اي عراقي عايش في تركيا ممكن يزور السدود بعينه ويوصل لنا الخبر، اي عراقي وليس من، لان السدود هي مو حفره، بحيره ضخمه 10 كيلو متر طولها، اي عراقي يقدر يزورها ويعطينا خبر. هذا اللي انا اقوله، حتى تبني سياسه للبلد، سياسه زراعيه، لازم انت ملم بكل شيء، مو تقول قدره السماء ورب العالمين دزلنا مطر، هذا لا يجوز، لا يجوز الزراعه على الامطار. انت لازم تعرف، انت صوري اليوم اكو دوله بالعالم رايحه لجفاف، العالم كله يحذرها. ها مستشار الوزير ايام ما كان مستشار في لعبه الكراسي قال احنا نصرف 48 مليار متر مكعب سنويا، خلي الرقم المهول. الصوري من 2019 لحد الان احنا صارفين اكثر من 150 مليار متر مكعب، تخيلي الارقام، بينما دوله مثل الاردن بمليار واحد تزرع وتاكل وتصدر. شوف الفرق. ترى هذا يوم سبب الهدر اللي دا يصير بالمخزون وبالمياه. حقيقه الهدر هو قلنا اعاده النظر بسياسه. انت اليوم تزرع بالزراعات، الخطه الزراعيه مبنيه على اساس ايام البحبوحه المائيه، ايام كانت تجينا وفره مائيه وفيضانات فان كنا نزرع بهذا الشكل. اليوم لازم نعد خطه على اساس الجد ما تستهلك. اليوم احنا من نعد خطه على ذاك الزمان ما يهمنا المي، المهم الجد نزرع مساحه، لكن اليوم لا، اللي يهمنا مي. برايك اليوم الخطه الزراعيه يعني سواء كانت صيفيه او الشتويه كيف المفروض تكون؟ بالضبط هسه راح احكي لك. هل الزراعه هي حنطه وفقط؟ يعني يوم تشوفين وزاره الزراعه قالت حنطه وحكت حنطه وزرعت الفلاحين حنطه، هذا مو صحيح. اليوم انت عندك الابقار مشكله، محطه ابقار الاسحاقي اللطيفيه كلها معطله، ابو اللطيفيه جابوا له قروض وطلعت ميته الابقار وخسر هسه دايق بالقروض مالته. الدواجن اليوم يرتفع الدولار نزل دولار خسروا، الاسماك جت فلشتها، الجاموس معرض لانتكاسه، الزراعه المغطاه تتذكرين قبل ثلاث سنين او سنتين صدرنا للسعوديه 3000 طن، المفروض هسه نصدر 10 و20 ألف طن، يعني قصدي نتوسع لان هاي ما تاخذ مي. الزراعه المائيه اليوم العالم كله قام يشتغل بالزراعات الحديثه، ما تدخل التقنيات الحديثه الزراعيه، قطاعات حديثه، الشعير المستنبت بدل ما زرع لك 100 ألف 200 ألف دونم، سوي غرف تنتج لك شعير مستنبت. عندك مشكله بالتسويق الزراعي، عندك مشكله بالقروض الزراعيه، اليوم كل الفلاحين غايصين لراسهم بالقروض الزراعيه الديون، تطيلهم ب 100 مليون حتى يقدرون، شلون راح يرجعون يعاودون؟ اليوم انت عندك التاجير راح يخلص،
زمن يخلص راح يدفعون مال 3 سنين، هم سنه ما يقدرون. هذه مشاكل تكلفه الانتاج. الطائرات الزراعيه عاطله، قطاعات زراعيه كلها عاطله، حير بيها شغلها حتى الناس تلقي شغل. نعم نعم استاذ عادل، انا ارجع لك، خليني انتقل ويا استاذ محمد، تعليقك على كلام استاذ عادل اللي ذكره من خلال يعني انا عندي بس تعليق بسيط. اولا نعم. اذا كان يعني تركيا ما عندها ماي، فهي كيف مشاريعها الزراعيه في احياء المنطقه الجنوبيه لتركيا وهي من ضمن المشاريع الاستراتيجيه في ضروره؟ هذا افتراض اخي، هذا افتراض. انا دا اقول لك روح شوف بعينك، انت تقول لي اذا ما عندها ماي شلون؟ انت افترض قول عندها لو ما عندها، واحد يركب طياره الوزير يروح يقوم ارده يشوف السرقه بالممنوع. بعد ليش افترض عندها لو ما عندها؟ هالافتراض انا ما احبه. دوله جاره واطلع عليها وعلاقتنا جيده واحسم الموضوع، لان ابني مصير بلد، ابني مصير شعبي، ابني على افتراض لو اتحقق بعيني، وسبق ان هو راح قبل سنتين، هو راح بعينه وشاف. نعم. نعم. الجانب التركي استاذ عادل، الجانب التركي هو اعلن مو هذا الموقف، مو موقف انه هو ما عنده مي، وعده بيانات صدرت من الحكومه التركيه، واحنا التقينا حتى بالسفير التركي، السفير التركي ما قال هذا الحكي. شنو كان كلامه؟ مو قصه انه ماكو مي، بالعكس مشاريع الجانب التركي، مشاريع استصلاح الاراضي في منطقه جنوبيه اللي هي شمال العراق. هذا جانب. الجانب الاخر هو محاوله لابتزاز العراق، واحنا فاهمينها يعني القصه. هو هذا لكن بالظاهر شو يريد يقول؟ يقول انتم قاعد تصرفون الماء تذبونه لشط العرب والى الخليج، ليش ما يعني تستثمرون هذا الماء اللي نطلقه لكم؟ احنا من جانب السدود، وانت رجل يعني استاذنا وانت تعرف بالجانب المائي اكثر من عندنا، اليوم احنا جانب السدود ما نحتاج بعد سدود مائيه، لكن احنا ايش نحتاج؟ نحتاج اداره مائيه في اداره سدودنا، واداره الحصه المائيه اللي تطلقها تركيا. هسه نرجع الى الحصه المائيه، هل هي متوافق عليها بين تركيا وبين العراق؟ يقول لك لا ما متوافق عليها، ما عندنا قانون يحكم ايش قد حصه العراق من الماء، ما عندنا لا سابقا ولا حاليا. كانت حتى علاقه تركيا مع النظام السابق علاقه انه كان الماء متوفر وكانت تطلق الحصص المائيه بدون قيمه وبدون سعر وبدون حتى حجم، بالتالي مفتوح الماء على نهر دجله والفرات. اليوم اكو تعرف حضرتك ايش قد هسه يجينا مي من تركيا وايران؟ شوف هذا اللي احنا نريد نحكي للجمهور ونحكي للمعنيين، تعرف ايش قد يجينا مي حاليا بهذا الوضع من تركيا وايران؟ ايش قد الكميه؟ هذا السؤال اللي نريد نعرفه. لازم نكتفي بالايرادات حتى نروح نطلب. يعني استاذ عادل قد كميه المياه اليوم تجينا من ايران ومن تركيا؟ شكرا لهذا السؤال، طبعا هذا افتراضي واني راح ابني على المعلومات اللي عندي واكيد ماخذها من وزاره الموارد المائيه تحديدا. اللي تجينا على الفرات بحدود 150 متر مكعب بالثانيه، سجل لي محضر. زين. واللي تجينا من تركيا على دجله كانت 380 قبل اسبوع او اقل. وهي دكتور خالد شمال صرح بهاي الارقام، مو جبتها من جيبي. وعندنا ايضا اضافه تجينا من الزاب الاعلى والزاب الاسفل ونهر سيروان. تتصوريني؟ هسه هاي الادنى، خلينا نقول المعدل العام بصوره عامه 700 متر مكعب بالثانيه. هاي الايرادات اللي حاليا، خلي اقللها لل 500 حتى لا يزعلون، اكو بعض الاخوان قد يزعلون يقولون هذا الرقم مبالغ. خل انزل بعد لل 500. لل 500 معناه اني بحدود الايراد الشهري 1.5 مليار الى 2.25 مليار الا ربع. هذا الايراد الشهري حاليا، ها ما دا احكي بالشتاء، بالشتاء يتضاعف اكثر، اني دا احكي الاسوء. هسه اني كخبير اقول اشتغلوا بالاسوء وطالبوا باللي يجي حتى من يجي ينضاف لكم ويدعمكم. هذا المبدا تشتغل عليه كل دول العالم. مو انت رايح تزرع 12 مليون بري سيحي ب 30 مليار متر مكعب خطه وتروح تقول انطوني، طبعا ما ينطوا. لذلك احنا شو نقول؟ 1.5 مليار في 12 تطلع بحدود 18 مليار. نعم. اذا نعد خطه على قد 18 مليار. من اذا هو الخلل الحكومي. خلي افصل لك اياها، انا اعتذر من الضيف لان دا قاطعه. احنا اخذنا وقت الاستاذ محمد. هسه اي هسه راح اسكت حتى اخذ راحتي بس. لا لا براحتك استاذ عادل، براحتك عيوني استاذ العزيز. والله مو قصدي بس بقدر
فرصة أن يعني نتحاور أنا في نعم أكيد إحنا أيضا نعطي مجال وإله هو حق يعني التعليق. 5 مليار مي شرب، مليار ندفع به لسان الملحي، مليار نغذي الأهوار، ومليار آخر للبستنة. هذه اللي لازم، عندك 10 مليار خطة، يعني أكفي نفسي باللي دا أقوله، هذا اللي دا أسوي. يعني ما دا أقول معدة لو ما عد، دا أقول كفوا باللي يجي وطالبوا بالأكثر. هاي وهذا تركيا أصلا دا تقوله. نعم. كفوا نفسكم بهذا وتعالوا ندفع. نعم نعم نعم، هسه هذا المنطق، هذا ممتاز. إذا إحنا نستثمر الموجود عندنا ونطالب بالأكثر، هذا نعم صحيح، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ يعني أن تحاور من مبدأ القوة مو من مبدأ الضعف. تقول يا بانا هاي كمية الماء اللي جاتني أنا يعني أحتاج كمية أخرى، وليست هذه الكمية اللي دخلت إلى العراق. زين. لذلك اليوم يعني على الحكومة العراقية تقع مسؤولية كبيرة في ضرورة أن إيجاد حوار آخر غير الحوار الروتين اللي نشاهده اليومية بكميات الماء اللي نازلة للعراق. اليوم نقدر نلعب على ملفات يعني كبيرة، الملف الاقتصادي، الملف الأمني ممكن أن نلعب عليه مع تركيا، ممكن أن نلعب على ملف الحدود وملف المنافذ الحدودية، هذا جدا ملف مهم، ونقدر أن يعني نلعب على هذا الملفات المهمة واللي هي وريد أساسي لتركيا تجاه العراق. لذلك اليوم الحكومة العراقية ينبغي أن تتحاور مو مبدأ الضعف، لا، تتحاور من مبدأ القوة في المطالبة بحصة. حصتها ممكن أن تحدد الحصة أو لا تحددها، ممكن أن تتحاور مع على حصة أخرى غير الحصة اللي تجينا يوميا عبر تركيا وعبر نهر الدجلة. ليش ما نشوف يعني اليوم تحديد للحصة من قبل الحكومة؟ يعني هو ماكو حتى سابقا بالأنظمة السابقة بالنظام السابق ماكو يعني حصة رسمية، ماكو رقم رسمي في دخوله إلى العراق. لذلك اليوم حتى العراق ما حدد هاي النسبة. اليوم العراق شفنا زيارة السيد السوداني إلى تركيا. أنا جايتك بالسؤال اليوم، يعني ما هو الاتفاق اللي صار بين السوداني وتركيا؟ ماكو يعني هو ماكو فد اتفاق. أطلقوا لمدة شهر كامل أطلقوا الحصة المائية للعراق، وبعدها يعود بحصته اليومية اللي يطلقها إلى تركيا. اليوم يعني اللعبة أو الكرة في ملعب الحكومة العراقية في إيجاد حوار نقاط مشتركة بين العراق وتركيا. لدينا تبادل تجاري مهم يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، ينبغي أن نلعب على هذا الملف وهو ملف اقتصاد مهم. وشنو السبب اليوم يخلي الحكومة ما تستغل هذا الملعب؟ يعني قلت لك إحنا اليوم بلد يعني بلد استهلاكي أكثر مما هو إنتاجي، لذلك إحنا نعتمد على دول الجوار وتحديدا تركيا. اليوم أغلب استيرادنا اليوم من تركيا، ليش ما نستغل هذا الملف الاقتصادي؟ مو بس هاي، إحنا عندنا شركات تركية اليوم أكثر من 270 شركة فقط في إقليم كردستان. 270 شركة تركية في بس فقط في إقليم كردستان. زين. اليوم الشركات التركية في كل محافظات العراق، المحافظات الجنوبية والوسطى، في بغداد شركات تركية تبني وتعمر، كل هذه عبارة عن تبادل اقتصادي. لذلك اليوم العراق يتحدث مو من مبدأ القوة، اليوم بحاجة إلى هذا التبادل وبحاجة إلى هذه الشركات لإعادة إعمار البلاد، بحاجة إلى دخول البضائع التركية لأنه ما عنده منفذ ثاني. اليوم الحكومة العراقية لجأت إلى منفذ آخر اللي هو بالجنوب، فتح أنبوب ثاني حتى لتصدير النفط وإن كان الموضوع خرج، حتى مع الأنبوب الآخر ربما هناك بعض المعترضين على فتح أنبوب آخر. لذلك الحكومة العراقية وجدت نفسها أنها مختنقة تماما، منا تركيا ممكن في أي لحظة تغلق علينا يعني تحاربنا حتى في شربة الماء مالتنا. فبالتالي اليوم العراق وجد أن يكون هناك منفذا آخر في عملية تصدير النفط وأن يقلل الضغط من الجانب التركي. زين، اليوم يعني كحكومة عراقية ليش ما تستخدم هذا الملف كورقة ضغط على تركيا؟ أنا قلت يعني هو قلت لك يعني العراق اليوم ما يعني بلد استهلاكي أكثر مما هو بلد إنتاجي. ما عندنا اليوم إنتاج، نستهلك نستورد ونستورد من دول الجوار، غير دول مو إلا تركيا. ما عندنا منين نجيب، يعني إحنا البضائع اللي تجينا أكثرها من تركيا وأكثرها إنتاج تركي. اليوم وأنا لازم أستغل هذا الاستيراد في المقابل يعني حتى ينطوني مياه. إي نعم، يقول لك أنت بحتاجني مو أنا محتاجك. لذلك اليوم الملف اللي ممكن أن نلعب عليه هو هذا الملف، إحنا نلعب عليه مو هم يلعبون عليه. إحنا ممكن أكيد يعني مو أنا وأنت، لازم الحكومة. هو يقصد يعني الملف الحكومة ممكن أن تضغط باتجاه الملف الاقتصادي وملف الحدود أو ملف المنافذ الحدودية وكذلك ملف النفط. هذه ملفات مهمة ممكن للحكومة العراقية أن تفاوض الجانب التركي عليها، وممكن أن تنجح في هذا التفاوض إلى حد ما. ليش؟ لأنه اليوم إحنا بلد
العراق بلد نفطي وهو خامس إنتاج في العالم، وهو يعني يمتلك الثروة البشرية، الثروة المالية، الثروة النفطية، المعادن. ونشاهد اليوم أكثر المحافظات بها إنتاج للنفط، وهناك استخراج لمحافظات، يعني بحسب الأخبار والتقارير أن هناك أكو وجدت آبار في محافظة المثنى وهي بلد فقير، يعني محافظة فقيرة، اليوم وجدنا آبار نفطية في هذه المحافظة. بالتالي اليوم العراق كله منتج، ويمكن أن يلعب على هذا الملف، الملف النفطي، في مفاوضاته مع الجانب التركي. نعم أستاذ عادل، اليوم الحكومة العراقية ليش ما تستغل الملف النفطي وملف الاستيراد ضد الحكومة التركية في سبيل اليوم 5%؟ أنت لو بس اسمحيني، نعم. أني لقيت أرقام وضحت، بس خلي أطورها لأن أنا اعتذرت من زميل لقيت الوقت. نعم. يعني أنا قلت لك ابني خطة على قد 20 مليار، وفصلت لك هل قد ما يشرب، هل قد زراعة، هل قد كذا كذا، على أساس أسوأ إيراد يجينا، مضبوط؟ زين. طيب هسه اريد اقول لك اني دا احكي على اساس فتره الصيف اللي هو اسوء ايراد، لكن اذا ضيفين الايرادات اللي تجينا، يعني قصدي قبل شهر المطره الاخيره ايش قد كميتها؟ ما حد يقول. هاي اللي هدرناها بدل ما نخزنها ضيعناها بالزراعه. تعرفين حضرتك الايراد اللي جاء من تركيا بعد زياره دوله رئيس الوزراء 500 متر مكعب، يعني يطلع بحدود مليار ونص. برأيك هاي الزيارة هل حققت الغرض اليوم المطلوب؟ حقيقة يعني أنا من الخبراء اللي أقول لا، مع الأسف المطالب كانت مو بهذا التوقيت. يعني إذا كنت رايح حتى تجيب لنا إيرادات كان لازم شهر السابع وأنسب وقت، لأن ماكو أمطار والوضع متدني، فمن تروح راح ينطوك الإيراد اللي يخلص الأزمة مالتك. يعني المفترض انه يكون التوجه الى تركيا بشهر السابع مو بالوقت الحالي، زين شو السبب؟ هاي فرق التوقيتات، شو ممكن تضيف؟ بالضبط. بس هسه انت رحت ايش كان لازم تطلب؟ كان لازم تطلب شيئين اخرين، الاول منع تركيا من بناء سد الجزر القاتل اللي سميته قاتل، راح يقتل مياه دجله، تخيلي يقتل مياه دجله. انت رحت تركيا ما تقول لهم يابا وقفوا هذا السد او حولوه الى توليد كهرباء. طيب الشيء الاخر تقول لهم فعلوا مذكره تفاهم 2015، صوري سوينا مذكره احنا وياهم من 2015 لهسه ما تفعلت، ما طالب بتفعيله. اما انت طلبت الزياده هي جايه امطار، كنا نعرف اكو امطار واكو ثلوج اجت، فهي نفس الكميه قالوا وقتها. زين ورئيس الوزراء اليوم ما عنده مستشارين قدموا له هاي الخطه؟ بالضبط، عفي عليك، انت جبتيها. هو الخلل مو بالرجل ده يروح يركض، لكن هو مستشاري وين؟ ابسط شيء مستشار ما متابع انه في هذه المرحله اكو امطار واكو ذوبان ثلوج فراح تجي الايرادات، شنو قيمه اخوي راح يجيب لك اياها؟ كان المفروض يغير الطلبات، يغير التوقيت، لان هو اكيد من راح دوله رئيس الوزراء نزل نقى تنازلات. هذا المبدا اللي انا اقوله، مستشارين رئيس الوزراء ما يطلعون المستشارين يصرحون، ترى الازمه خطيره جدا لما الوزير يقول بعد 7 أشهر الخزين مالي يخلص، تصريح خطير. يعني انا ما وين دور الحكومه اليوم لحل هاي الازمه؟ يعني ما معقول يوم الحكومه ما خلى خطه؟ لا ما خلى خطه، يعني والدليل زين احكي ايش راح يصير بالعراق؟ يعني اذا ماي ماكو انت ضيعتي العالم، انت الحيوانات، يعني النباتات، يوم شو راح تعيش؟ هو شنو شلون هي كلها ماتت؟ وين هي؟ الوضع قربان، وضع مأساوي. انت يعني صوري هاي ذاك اليوم زرعنا، بهاي الزرعه لو ما زارعين الشتوي الحمقى مستوردين كان يمكن الخزين مالتنا اليوم يوصل لل 20 مليار. زين خلي هاي الامطار اللي جتي ما قدرنا نخزنها حتى الزراعه. فلذلك انا اقول اليوم يجب ان نتوقف نسوي خليه خطر. يعني زين استاذ عادل، اليوم السيد السوداني ليش ما يستعين بخبراء يعني عندهم خبرات وعندهم كفاءه؟ يعني ممكن يوم يقدموا له خطه رصينه لتفادي هاي الازمه، يعني مثل حضرتك واكيد عندنا هوايه خبراء. اقول لك انا 40 سنه امتين الزراعه، 16 سنه مستشار لجنه الزراعه بالبرلمان، واسمي معروف وسمعتي اذا تسالي. اكيد غني عن التعريف حضرتك. يقول لي تعال احكينا، ماكو واحد يقول لنا تعال احكينا او يقول يابا ايش بدك تحكي؟ اقول لهم لا تزرعون شتاء،
يقولوا لي ها باوع جت الامطار، يعني شنو يا استاذ عادل؟ يعني انت حضرتك هو تظهر على القنوات يعني، وهذا الكلام اللي انت ذكره كلام يعني هو خطير، والعراق مقبل على كارثه اذا هذا الكلام فعلا صحيح. بالتالي يعني ماكو يعني مسؤول دز على حضرتك قال لك شنو هذا الكلام اللي انت ذكره، المعلومات هاي من وين جبتها؟ ماكو ابد. ومن 2019 اني انادي باعاده النظر ايام الموجه الفيضانيه اللي ترسنا السدود، قلت لهم راح تخلص وهي كلها. بالمناسبه في شهر التاسع المضي، وتصريح يمكن عندك بالبرنامج مالتك، قلت في شهر التاسع اذا لي نهايه شهر 12 ما جت امطار غزيره مثل 2019 الصيف راح يكون قاسي والوضع ماساوي. التصريح موجود اذا تحبين. زين بعد شو تريد اكثر تحذير؟ زين وهسه احذر جديد، اقول ماذا لو كان الشتاء القادم جاف؟ انت ما عندك خزين، تقول هذا الخزين يا دوب هسه يكفينا. اذا الشتاء جاف ايش راح يكون مصيرنا؟ يا اخوان اسمعونا، الله يخليكم اسمعونا، بعد جد اتوسل شو اسوي؟ عمي ما اريد شيء، بس اسمعونا او طلعوا قبالي، خلي يطلعون. وين المستشارين؟ وين الوكلاء؟ والله يطلعون ممثل او كذا عصبي عباكاني دا احكي عليه، انا دا احكي تخوفي راي خبير واحكي براحتي، انت الوز زعلان يهاجم عباكاني. يزعلون على حضرتك من تنتقد او يعني تقول احنا مقبلين على جفاف؟ والله يزعلون. ليش يزعلون؟ ويسبون. وذاك اليوم احد الاخوان من مقدمي البرامج والله انتقص من قيمتي بشكل، انت ما تسال، انت ضيف، انت شياباني شنو جاي دا حاورك دا سولف واطلع. يعني المفروض يشكرون حضرتك، انت تقدم نصيحه مجانيه ولا رايد منصب ولا رايد شيء من عندهم، المفروض هاي الخطه يعملون بها وهاي النصائح ياخذوها من حضرتك. عمري 67 سنه بعد ما لحق، المهم ان اوصل خبرتي للمسؤول. تصوري ذاك اليوم احد مقدمي البرامج يقول لي انت كنت تخاف وتقول ليش زرعتوا هالقد ماكو امطار، رب العالمين خذلك ونزل الامطار. تخيلي يقول رب العالمين، أنا ما قلت لا، فعلاً أنا كنت متخوف، لكن السؤال هاي الأمطار اللي جتي ونقذت الزرع قيمتها 6 مليار متر مكعب، يعني لو ما زارعين وخازنيها أحسن من هسه نقعد نبكي والوزير يصيح يقول الحقونا ترى لينا ال 12 الخزين مالي يخلص، هو كان خزنت الأمطار الجتي ليش جازفت؟ وهذا اللي أقوله، أنا ما أحب ألعب مصير الناس. أنا أحب أرتب الشغل مالتي بالشكل المعقول والمنطقي عن الإيرادات تجي بعيد عن الخزين. أريد أكمل هاي المعلومة، تذكرين قبل شوي قلت لك نسوي خطة زراعية بالإيرادات اللي عندنا المتدني. طيب راح تقولي لي زين والنتيجة؟ أما الإيرادات تجي بالموسم الشتوي أستخدمها بالخزين، تشوفين شلون؟ يعني قبل شهر إيراد الزابل أعلى لوحدة كان 1000 متر مكعب بالثانية، تخيلي قد إيرادة دخلة. هذا اللي أقوله يا أخي، اشتغل كحد أدنى، أدنى خطة كل العالم، والله كل الخبراء، جيبي أي خبير دولي، جيبي أي وخان، طلعت ويا خبراء يمكن من قناتكم الكريمة، من الإف إي أو وغيرهم، وكلهم كانوا يأيدون كلامي. طيب لعد الوزارة ليش ما تأيد كلامي؟ بعدين الوزارة يعني المفروض واحد من يجي وزير عنده كل الالمام، عنده كل الخطى، مو يقعد يفتر، اليوم هو يوجه انت يسوي انت يسوي، هذا القطاع هيك يشتغل، اليوم القطاعات كلها تبكي، ابقار، الجاموس، الدواجن، الاعلاف، الزراعه المغطاه، التسويق الزراعي، الطائرات الزراعيه صار كم سنه عاطله، طيران زراعي كله عاطل، ما تصل عشان تنتظر. زين شنو فائده هذا الطيران الزراعي؟ الارشاد. نعم طيران الزراعي اليوم شنو فائدته؟ يعني المكافحه، مكافحه المبيدات، تدرين حضرتك اليوم الدوبات وغيرها مش بعد يوم شلون يكافحون المبيدات؟ 1000 طن لا ماكو، يجيبون من طيران الجيش طياره يأدون الغرض بالايجار. تصوري الهند تريد من عندنا 100,000 طن تمور، والتمور عندنا تدرين بعد ما احكي التمور مكومه، الهند تريد من عندنا 100,000 طن مقايضه، اشتطيت بذور اسمده، ما عندنا احد يجمع هذه ال 100,000 ويوديها للهند، يلا هذا قطاع زراعي. ليش ما عندنا؟ واسمع يقولون زرعنا. بس لحظه استاذ عادل، ليش ما عندنا احد يجمع هاي التمور ويدزها للهند؟ يعني ما عندنا عاملين؟ لو وزاره التجاره تقبل،
لو وزارة التجارة تقبل تقول أني شغلي واية وما لحق، والزراعة تقول هذا مو شغلي يعني ما علي يعني. ده شغل منو؟ إذا الزراعة يعني تقول مو شغلي والتجارة تقول مو شغلي، منو شغله؟ وهي من سنين، صار أكثر من 7-8 سنين الهند تريد، وهسه همينة تريد مقايضة. زين كل هاي واردات تضاف خزينة الدولة. من يشتغل؟ هاي قطاعات أنا دا أعدد لك إياها، ترى ما دا أحكي في شيء من جيبي، كل معلومة. الإرشاد الزراعي زين، أنت تريد تجيب منظومات ري وتريد غير الإرشاد يثقفهم زين. مصرف زراعي، هاي القروض الناس ميتة بالقروض. أستاذ عادة أنا أرجع لك على موضوع القروض الزراعية، خلينا ننتقل ويا أستاذ محمد. أستاذ محمد، اليوم الهند رايدة من عندنا تمور، وزارة الزراعة تقول أنا اليوم مو دوري، وزارة التجارة تقول اليوم مو دوري وما عندي وقت أصدر تمور. لا هذا يحددها يعني يحددها سياسة الحكومة اليوم، هي مهمة من هو رئيس الوزراء ممكن أن يكلف أي الجهة اللي هي مسؤولة عن هذا النظام ويقول لها يا بترى أنت مسؤولة عن تصدير التمور أو أي مادة أخرى. بالتالي اليوم قضية التقاعس عن هذه الأداء المهمة سواء كان من وزارة التجارة أو حتى وزارة الزراعة ما لها علاقة بهذه القصة بقضية تصدير التمور، بقدر ما هي مهمة وزارة التجارة في تصدير. بس واجبها أنه تجمع التمور. أي ممكن، لكنه أستاذ العزيز من 2009 إلى 2011 أو 13 وزارة الزراعة جمعت التمور من الفلاحين بسعر وخزنته، وقلنا لها يا بي من جمعتي بسعر زين وارتفع الأسعار والناس فرحت، لكن من شهر الواحد من ينغلق موسم التسويق بيعي راح يكون سعر عالي، فما تخسري ما تسمع كلام. إلى أن كانت السنين هذه 5 سنين يمكن خسارتها بحدود 400 مليار دينار عراقي لأن سوء العمل، فإذا أنت من خزنت التمور تبقى صدر أكيد تتلف. زين من تحمل مسؤولية الخسارة؟ بالتأكيد تتحملها الجهتين طبعا، هي التجارة وتتحملها الزراعة. نعم. لأنه إذا ماكو متابعة من التجارة إلى الزراعة وبالعكس طبعا بالتأكيد المنتوج يتلف ويروح وتعد خسارة للاقتصاد العراقي. زين أنا شو الفائدة يوم أخذه أخزنه وما أصدره؟ اي مو هي المشكله، يعني احنا اليوم اكو عندنا منتجات مهمه ممكن ان نستعين بها نعتمد عليها نطور عملنا. اليوم التمور ممكن ان نعيد انتاج يعني نعيد انتاجنا الاولاني ونعيد اقتصاد التمور. اليوم اشاهد حقيقه منجز مهم للعتبه الحسينيه، للعتبه العباسيه في تطوير مزارع مهمه في كربلاء وفي طريق كربلاء نجف في بناء وتشييد مزارع للنخيل وتشييد مزارع كبيره للنخيل. هذه ممكن الواحد يستعين بها. هسه اليوم الدولة العراقية أوكي ما تقدر، ممكن أن نستعين بالاستثمار، ممكن أن نستعين بالشركات الأهلية، ممكن أن نعتمد سياسة مالية وزراعية، ممكن أن نشكل مجلس أعلى للماء والزراعة، مجلس أعلى يهتم بدراسة وإيجاد السبل الكفيلة بإيجاد سياسة مالية للعراق وإيجاد زراعة سياسة زراعية للعراق. وهذا الشيء طرحته مرة أنا والسيد الوزير الحالي في برنامج يمكن على قناتكم أو على قناة أخرى، وكان مرحب جدا في قضية التأسيس للمجلس الأعلى للمياه والزراعة في العراق، ومن شأن أن يتحكم بالمياه والزراعة في البلاد. لذلك اليوم يعني حقيقة اليوم تقع مسؤولية على عاتق حكومة السيد السوداني في إيجاد يعني سياسة مالية قوية وحاسمة وحازمة في حفظ حصص المياه، حصص العراق المائية، وبالتالي الاهتمام بقضية الزراعة. كذلك إيجاد بدائل في عملية الإرواء، ممكن أن نعتمد قضية الآبار، ممكن أن نعتمد في قضية البحيرات، ممكن أن نعتمد في أي قصة في قضية الزراعة. هسا إذا ماكو نقارن بين كمية وكلفة الاستيراد وكلفة الزراعة، ممكن أن نجد أنه من الأرخص إنه ممكن أن نعتمدها ونترك الأخرى. يا أستاذ محمد، أستاذ عادل ذكر إحنا اليوم طائرات رش المبيدات ما عندنا. نعم. شو ممكن نطور من طرق الري؟ هذه مشكلة الوزارة طبعا، هي مو مشكلة تحس فقط حكومة السيد السوداني. نعم. مشكلة الوزارة المفروض اليوم وزارة الزراعة، الإرشاد، قضية أكو مديريات في داخل الوزارة، أكو وكلاء في داخل الوزارة، وزارة الزراعة مهمتهم اليوم إحياء هذه المدوائر. عملية الإصلاح اللي يقودها السيد السوداني اليوم تقع عليها مسؤولية كبيرة في إعادة تنشيط هذا الملف، وهو ملف اللقاحات، ملف الإرواء، ملف إيجاد يعني مكافحة الأوبئة للنخيل، للزراعات المتعددة. كل هذه السياسات موجودة عندنا، مو تقول جاية جديدة. لذلك اليوم وين راحت
مسؤولية منه، مسؤولية مديريات، هل تخلت هذه المديريات عن مسؤوليتها؟ اليوم ينبغي متابعة وإعادة النظر وإعادة تفعيل هذه الدوائر من أجل إيجاد سياسة زراعية ومالية جديدة للعراق. زين وين دور الوكلاء العدل؟ هو أنا أقول الوكلاء الوزراء وين راحوا؟ مجرد إسقاط الرواتب؟ هو أنا أقول هيك. ثانيا المديريات المسؤولة عن هذه الملفات. أستاذ عادل يضحك. اي يعني هذه ملفات مهمه، اليوم اكو ملفات مسؤول عن الارشاد. جاوبت طبعا الكلام الضيف رائع جدا، يعني دليل مثل كلامي، كل القطاعات خربانه وانت قاعد. نعم نعم صار عادل، انا اتفق تماما ويا رؤاك. اكيد الله يخليك. الله يسلمك. اكو موضوع المجلس الوطني للمياه، راح افاجئ الضيف، من قبل اكثر من 10 سنين، اكثر من 10 سنين دورة كانت في عمان، دولة رئيس الجمهورية كان وزير الموارد المائية سوالنا دورة في عمان وأنا اشتركت فيها وعلمونا شلون نكتب المجلس الوطني للمياه. دكتور قصي بوقتها دراسة كاملة، ومن ذاك الوقت خلي قبل أكثر من 10 سنين ولهسه ما سوى. شنو هو معنى المجلس الوطني؟ معنى ملف يكون يتحول سياسي من موارد المائية بدولة رئيس الوزراء ويجيب خبراء يحطهم يمه. هاي وهو هسه محتاجين، هو استلم الملف ذاك اليوم وبقانون حتى يكون مرتاح ويجيب خبراء. هو هذا اللي نقوله، 10 سنين نعيط ونصيح وما تخيل، يعني الوضع خطر. اليوم وصلنا مرحلة متدنية جدا، صار السنين نحذر يا معودين راح نوصل لها. واليوم تصريحات مع الوزير أسوأ خزين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، الزراعة الصيفية مجازفة. باقي هاي تصريحات الوزير مو أنا. نعم زين. نعم. أستاذ عادل أخيرا شنو حاب تضيف كلام؟ والله أنا من قناتكم الكريمة يعني مناشدة، دولة رئيس الوزراء من اللي يقدر يوصل له يقول له ترى الوضع خطر، لا تسمع المعذولة، يعني افتح أبوابك للخبراء حتى يوصلوا لك المعلومة. رغم هو احنا ما نطالب، جيب المستشارين والوكلاء قعدهم وجيبنا احنا، خلينا نحكي قدامهم حتى يقيمون عملنا. واذا كنا صحة عند خليه ازمه نواجه المشكله. اليوم الحبانيه عندنا مشكله في كربلاء، بدت مشاكل ازمه مي، واحنا بعدنا بالسادس مداخل. بالجنوب ايش راح يصير؟ الوضع خطر، يعني مو انا اقول، الوزير هو اللي يقول. طيب اذا الوزير اللي هو اعلى سلطه مائيه ده يحكي، ايش ننتظر بعد؟ نعم شكرا. نعم شكرا لك استاذ عادل. استاذ محمد الرساله الاخيره. اعتقد طبعا السيد رئيس الوزراء السيد السوداني جاد في قضيه اصلاح كل الملفات ومن ضمنها ملف المياه وملف الزراعه، واجرى حوارات مهمه مع الجانب التركي ربما افضت الى اتفاقات ينبغي متابعتها من قبل المختصين سواء كانت وزاره الموارد او حتى في الجانب الزراعي. كذلك السيد السوداني يعني حقيقه جاد في إصلاح الآلة أو الملف الزراعي في البلاد، وهو على قدر هذه المسؤولية. ننتظر بعض اللمسات الأخيرة في هذا الملف، وهو يعني إيجاد إصلاحات كبيرة في هذا في الأراضي الزراعية. لكن للأسف اليوم أغلب الأراضي الزراعية في البلاد تحولت إلى سكنية، وخربت هذه الأراضي وتحولت إلى نوع سكني مما أثر على الزراعة في البلاد. لذلك اليوم السيد السوداني أعتقد أنه جاد في إصلاح هذه الملفين المهمين واللي يتعلق بقوت المواطن العراقي اليوم. نعم شكرا لك استاذ محمد حسن المحلل السياسي، وشكرا دمام لكم، شكرا جزيلا. وايضا احب اشكر استاذ عادل مختار الخبير المائي، شكرا لك استاذ عادل. تحياتي لكم ضيوفي الاعزاء، وصلنا لكم مشاهدينا ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقدم غدا ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم.